مشاهدون قناة شوف تي في أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء بالضبط من منطقة الحي الحسني كانت في هاد الضايا ديال الفردوس اللي كتشكل واحد الموضوع نقاش هنا في عمالة الحي الحسني لأن هاد الضايا سبق مات فيها واحد دري وسبق وطاح واحد شخص آخر حتى هو مات وللأسف لحدود هاد الساعة مازال, مدارش شحل. لي حدود مازال مدارش شحل. ما دارش شي حل لحدود هاد الساعة مازال ما دارش شي حل ما قدروش على أنهم يديروا له واحد السياج ديال الحديد أو لا يديروا واحد صور يكون عالي ويحطوا واحد العساس باش اللي جا هنا وبغى يحاول على أنه يصفيها لحياته على الأقل يتدخل يعلم رجال الأمن شوفوا معايا الضايا هذه شحال كبير قليل اللي عارف ان كاين هنا ضايا هذه الضايا كبيره بزاف كاينه في المنطقه ديال الحي الحسن داكشي اللي كتشوفوا تما هذيك طايره بقر هي اللي كاينه تما كاينه في هذا المكان هذا بالضبط فللاسف حتى مسؤول ما قدر على انه يلقى الحل لهاد الضايع سمعنا بان هاد الضايا غادي يقادوها وغيصايبوها وغتنقى ما غتبقاش هذيك الريحه الكريهه ولكن اه حتى حاجه من داكشي اللي تقال ما شفناش الضايع باقا هي ما هي بما ان الناس ولات كتوصل بهم الدرجه انهم يبغوا يصفيو ولا راسهم وكيجيو له الضاي هادي خاص تدخل ديال جميع السلطات باش يدار شي حل الدايره كبيره بزاف كيف ما كتشوفوا وعلى المباشر فكيف ما داك الدري صفى لحياته هنا واحد اخر حتى هو يقدر يجي عاوتاني يكون شبعان مشاكل مع العلم ان ماشي هذا هو الحل ينقز في هاد الضايه هادي الله يرحم فلازم التدخل ديال المسؤولين يديروا واحد السياج اللي يكون لاصق في الارض مزيان ما كيتحيدش انه سبق كان واحد جدار بالحديد وشفروش فار، هاد المره خصهم يديروا شي حاجه اللي ما كتحيدش شي حاجه اللي كتلصق في الارض وما يحيدوهاش الا بواحد المجهود كبير ويكون واحد الاساس سوا يبلغ الناس المسؤولين سوا يعلم ماشي فحال ديك المره واحد الدري صفال حياته نقز من هنايا جات واحد السيده كتقول لهم راني شفت الصنداله ديالو تما في الدري تلاح جاوا الوقايه المدني بقاو كيقلبوا داروا مجهود كبير والغد ليه عاد باش بان داك الدري ولكن ما بان حتى فات الفوت هادشي علاش كنقول لكم لازم تدخل ديال الناس المسؤولين وقليل اللي عارفين الضايا كاينة في الحي الحسني ضايا كبيرة ما استغلوها ما صوبوها ما داروا حتى شي حاجة يعني على الأقل يصيبوها يديروها كمنتزه للمواطنين يديرو فيها واحد مهم يقادوها يجيبوا شي شي طيور هنا المسؤولين اللي بغاو يصايبوها راه غتقاد يديروا الاناره العموميه يديروا بزاف ديال الحوايج عطى الله ما يدار خاص غير معامل اما باش تبقى بحال هكا كل مره كنسمعوا اخبار كل مره كنسمعوا واحد تلاح واحد نقز واحد كان في حاله غير طبيعيه غادي كيجري كي وطاح هنايا لازم يدار شي حل وزيادة على هذا كامل بعض الأشخاص كيجيو كيشربوا هنا كيستعملوا المخدرات هنا ولكن رجال الأمن لهم بالمرصد مشكورين دائره الفردوس لأنهم البق ميزق والعناصر الأمنية ديال الحي الحسني اللي, اللي كيكونوا في في حمالات حتى هما يعني كيجيو لهنا كيديروا واحد الدويره واللي لقاوه راه كيديوه كيديروا معاه الاجراءات اللازمه فالرساله ديالي كنبغي نوجهها للسلطات المحليه والناس ديال العماله باش يديروا واحد الالتفاته لهاد والتقاد ما تبقاش بحالك هكا وحتى لهنا غنوصل على نهايه هذا البث المباشر نتلاقاو في بث اخر ان شاء الله تبقاو على خير